ده الوقت المناسب، يعني ما تفجر اليوم من قضايا ومن تصريحات على لسان السيد الرئيس اعتقد هيحتاج كلام كتير جدا جدا، وانت راجل محلل وبالتاكيد لك تعقيب ولك يعني رؤيه فيما قاله السيد الرئيس اليوم في مؤتمر الشباب. طبعا كلام بالنسبه للرياضه كلام مهم جدا طبعا. نعم. بالنسبه للمواضيع اللي اتطرحت في المؤتمر وبتطرح دايما في المؤتمرات بتبقى نعم. موضوعات تمس يعني المجتمع جدا. كله يعني نعم. بس خلينا نتكلم يعني في ما يتعلق بالرياضه يعني نعم. اولا الرياضه بعد الحرب العالميه الثانيه بقت هي القوه الناعمه الاولى في العالم كله يعني كان زمان الامريكان السينما بيصدروها للعالم بيكسبوا منها يعني بيرسموا صوره الامريكاني الرجل الذي لا يهزم وهكذا. فالرياضه بعد الحرب العالميه الثانيه والاسباب كثيره جدا مش مهم نشرحها دلوقتي بقت هي القوه الناعمه والاكثر تاثيرا في العالم كله يعني نعم. يعني لما تعمل بطوله حلو يعني احنا عملنا مثلا كاس الامم الافريقيه بشكل جميل وفي نعم. ابداع وفي تكنولوجي وفي حاجات جميله جدا تاثيرها في ساعتها في اثناء حفل الافتتاح ان تايم على السوشيال ميديا الافارقه العالم كله تعليقات انبهار بالقدره المصريين صحيح. الرياضة بقت تأثيرها كمان على الشعوب يعني تأثيرها على الشعب الفرنسي على الألماني على الإنجليزي على المصري على العربي مهم جدا وتأثير كبير لأن الرسائل بتاعة الرياضة بتوصل مباشرة وبتصل بسرعة جدا وبتصل إلى أكبر حجم من الناس وخصوصا كرة القدم. طيب